لا تقلق، فأينما كنت ومتى شئت فإن طبيبك معك لا يفارقك. ما إن ألمت به وعكة صحية أثناء عمله حتى استطاع وانوي خلال دقائق معدودة أن يجد مكانا هادئا وأن يحجز موعدا مع طبيبة مختصة تبعد عنه مئات الأميال. يعرض عليها حالته وآخر فحوصاته الطبية ويستمع إلى نصائحها وإرشاداتها عبر تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول مقابل دراهم معدودة. يوفر التطبيق الكثير من الوقت والمال ويمنحنا وقتا إضافيا للتواصل مع الأطباء، لكنه يبقى مقتصرا على الأمراض والاستشارات الطبية العادية. الشركة صاحبة التطبيق هي واحدة من عشرات الشركات الصينية التي تتنافس على تطوير هذه التقنيات الإلكترونية، وعينها على سوق يتوقع أن يزيد دخله عن 50 مليار دولار عام 2020 بنسبة نمو سنوي تصل إلى 40%. ونجحت هذه الشركات حتى الآن في ربط نحو 150 مليون مستخدم بأكثر من 200,000 طبيب منتشرين في مختلف أنحاء البلاد. التطبيق الذي نقدمه حظي بارتياح وتقدير سواء من المرضى أو الأطباء، الذي شكل لهم مصدر دخل آخر ليس باليسير. التطبيقات الإلكترونية الجديدة مكنت المرضى من تجنب الاصطفاف في طوابير طويلة وتعريض أنفسهم لبيئة ربما تكون غير صحية في المستشفيات، ووفرت عليهم الكثير من الوقت والمال بعد أن أصبحت تكاليف العلاج أشد إيلاما من المرض نفسه في بعض الحالات. نجحت التطبيقات الطبية الإلكترونية على الهواتف المحمولة في إيجاد حلول كثيرة لأزمات مزمنة يعاني منها النظام الصحي الصيني، ومع اتساع رقعة استخدامها يرى مراقبون ضرورة البدء بسن قوانين وتشريعات تنظم عملها. عزة شحرور، الجزيرة، بيجين.